صدر عن صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله قرار رقم اربعة لسنة 2021 بتعيين السيدة عايشة رياض الزياني مديرة لادارة التحول الرقمي وتقنية المعلومات. وياتي هذا القرار متسقا مع توجيهات سموها حفظها الله في سرعة الاستجابة لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية ومواكبة للاحداث. في التصدي لجائحة كوفيد-19، خصوصا ما يتعلق باتخاذ الإجراءات والتدابير الإحترازية على المستوى المؤسسي للمجلس. وذلك من خلال المرونة في التخطيط والتنفيذ وإدارة المخاطر والتحديات، مع الإعتماد على آليات مبتكرة مرتبطة بالتحول الرقمي وإدارة المعرفة والتكنولوجيا، حيث تمت مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للمجلس، والذي أسفر عن استحداث إدارة متخصصة للتحول الرقمي وتقنيه المعلومات ما سهل عمليه الانتقال بالكامل الى نظام العمل عن بعد مع تحول الوباء الى جائحه عالميه وقد شملت ترتيبات العمل عن بعد بالمجلس تفعيل عدد من الانظمه الالكترونيه والرقميه عبر الاستفاده من البنيه المتقدمه لشبكه المعلومات والاتصالات في البحرين